أولمبيكو هنا في العاصمة الإيطالية روما. اللقاء المرتقب 90 دقيقة من كرة القدم في دوري أبطال أوروبا، النصف النهائي الثاني سينطلق في قادم اللحظات هنا في المدينة الخالدة، هنا من أجل ليلة للتاريخ. روما شهر تقريب بعد الإطاحة ببرشلونة في سيناريو مشابه وفي سيناريو قال عنه الجميع مستحيل، ولكن لا مستحيل ولا محال في عالم كرة القدم. روما في هذه المباراة يلاحق 3 أهداف في شباك الحارس لوريس، 5-2 كأكبر سكور في تاريخ السيمي فاينال. يمشي شعراوي، شعراوي خطيرة، إيدن زيكو، والمحاولة الأولى ضايعة لروما في أقل من دقيقة، في أقل من دقيقة. روما بنفس الروح، روما بنفس الرغبة، تمشي كرة من فازيو، درجة المخضرم فان ديك، اللاعب القادم في الميركاتو، فانيلا واحدة، لامانيا جالو، روسا بالراس خطيرة، فرصة موجودة، دفاع ليفربول يرتاح، والكرة للرومان، كرة للحارس البرازيلي، تسلل، يا رب الدين، يدخل زيكو، يلعب كرة عرضية، وينو على القائم الثاني؟ وينك يا الشعراوي؟ وين كرة؟ مشات الكرة عن طريق فلورينزي، يضرب كرة فلورينزي. الروما 84 في الستاد هذا، نتيجة 1-0 باش يخلص المباراة. ساديو، ساديو جول، جول 1-0 عن طريق ساديو ماني، 1-0 ليفربول. خطأ قاتل، خطأ فادح، الليفر يمشي بالمرتدة، الفريق الذي لا يرحم، الفريق الذي لا يسامح ويتسامح، ويسجل هدف للتاريخ رقم 39 في مشواره في دوري الأبطال. كييف يمشي بالكرة، كرة هجمة ثانية، يمشي دينزيكو، هذه كرة خطيرة، يمشي صلاح يقضي عليهم، صلاح يركنها، والكرة ما زالت، والصورة ما زالت، والتعادل جول، روما تتعادل، روما تتعادل، الروماتادا ترجع من جديد، الروماتادا تحلم من جديد، يا عاشق روما، لا ترمي المنديل، أي لقاء، أي إثارة، أي شامبيونز ليج، شامبيونز مجنونة، ليج مهبولة، كرة عرضية، لكن انجولان يمشي خطيرة. اوه ساديو، ليلة الترانجا، ليلة الليون، ليلة الاسد، ساديو ماني يضرب الكرة، ايدن زيكو، ايدن زيكو، كولاروف عرضية، ركنية، ما هذا يا يمشي كولاروف، يلعب الكرة على القائم الثاني، حط له هذه الجهة الرابحة، يمشي الشعراوي خطيرة والحارس، برافو لوريس، على فكرة ما لعبش نفس التكتيك بتاع ماتش برشلونة، كرة خطيرة، برافو لوريس، برافو. ليفربول يعدي، ليفربول يعدي، روبرتسون جابها، والهدف الثاني ضاع، مش ممكن، مش ممكن. 25 دقيقة من النار، ثانية ضيعتها، جولاتو، عملوها الثاني وضربوهم بالثاني، وفينالدو منها، فينالدوم الأسمراني، إيجاهوني، إيجابو سخوك، رانا مشينا لكييف، نعم كييف تناديكم، تشد على أيديكم، هذا الليفر يعجب، هذا الليفر يطرب، هذا الليفر يقنع. روما يمشي بهذا الدفاع مش ممكن، وفي المحور اللاعب الكاميروني، اللاعب الكاميروني كانت الرائع يورغان، مازال الثالث، يمشي صلاح في الاولمبيكو يريد الثالث، والكرة ترجع ركنية، اكلوهم 28 دقيقة ليفربول، خطيرة الكرة، فرصة الهدف الثالث، الحكم يقول خطا لأليسون، الحكم ينقذ أليسون. ليفربول كلمة عليهم لك، سنرى سنرى، تمشي كرة خطيرة، يمشي الشعراوي، الشعراوي جابها، كرة خطيرة ما طلعتش، بدل يمشي بالكرة، لا استغرب الشوط الأول يخلص 3-2، يمشي نانجولان.